السلام عليكم، حياكم الله بنات، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. إذا كنتم جداد على القناة لا تنسون الاشتراك، تفعيل زر الجرس، دعم الفيديو بلايك، وحياكم الله جميعا. سمعت عن في محل منتجات يابانية كذا قريب مني، فطيران قلت خلنا نروح أشوف. هو صراحة أنا ما أعرف أوصف، لكنها مخرج أربعة جنب ثمار عقيلات، مرة هذا ثمار عقيلات هو جنبه، حلو والله. أول ما تدخلين على يدك اليسار يصير فيها كل منتجات الجوال، حامل الجوال، الأشياء هذه. بعدين تجي لوازم المطبخ، صحون، سلال، يعني تلقين فيه الطابع الياباني موجود على كل البضاعة. يعني أنا أذكر أنا مرة رحت بطريق أنس بن مالك لابتكارات الصين، بس يختلف تماما، يعني ما يمثل هوية الصين، يعني ما في أشياء، يعني تحسين كلها أشياء من بيئتنا، زي الترامس، الزرعات، الأواني، حتى يعني تلقى تصير فيها أشياء شفت مثلها يعني أماكن ثانية. لكن هذا المحل اللي فيه منتجات اليابانية في أغلب الأشياء، يعني تحسين فعلا زي مواعينهم وأشياءهم، أعواد الأكل وأشياء تحسين فيها يعني أشياءهم اليابانية، يعني تعرفين من الأواني وكذا إن منتجات يابانيين. والله عجبتني صحونهم مرة، يعني صغيرة تصلح للنواشف، أكواب. أعرف إنه في أشياء كثيرة ما أدري وش حقتها، يعني استخداماتها، أشياء دقيقة وأشياء صغيرة. بس عموما تقييمي للمحل مرة ممتاز، وأسعاره مرة ممتازة. أغلب الأشياء يعني أنا شفتها وأخذتها على 6 ريال، 9 ريال. هذه أكواب، هذا عجبني والله، حيل حامل، يعني تحطين عليه الأشياء، على العلب، الصحون هذه كمان. يعني أنا جيت فول صراحة جاية سريعة، لكن ظهرني برجع مرة ثانية على رواقة. أعجبتني هذه الصحون مرة للفطور. هنا قسم الزينات والأشياء، على طول بنتي طيران على أشياء مأكولات اليابانيين. أخذنا منهم كم صنف نجربهم. تعليقات للسيارة، تعليقات للمفاتيح، هذه كمان عجبتني مرة، يعني شكلها جديد والتعليقات مرة حلوة. الأكواب كمان في عندهم أشكال وألوان، بلاستيكات، هذا حامل المناديل، يعني علبة المناديل الصغيرة. عجبتني كمان هذه العلب، حلوة اللي عندهم دوامات، مثلا تحطين فيها تمر، تحطين فيها يعني أشياء بسيطة، فيها أحجام. هذه مناديل تنظيف، بصراحة احترت، كان ودي آخذ يعني، بس قلت ببحث أول وأشوف شو الأشياء نجربها. ما أحب أخذ أشياء كذا يعني بدون ما أكون سألت عنها، خاصة لقيت عندهم كمية كبيرة من الكريمات وأدوات تنظيف، أدوات النظافة، بس ما أخذت، ما يعني صعبة أخذ وأنا ما أعرف وش. هذه أدوات المطبخ والملاسات، الطناجر هذه حقت اللي يسوون فيها النودلز والنودلز. هذا عد قدر قبيلة،
هذول اللي أقول لكم، بس بصراحة كلش مكتوب بالياباني ولا أدري وش استخداماته، وسعره مرة معقولة. هذا حامل سبورة اللي تحطين على الرخام أو تحطين على الطاولة تكتبين عليه، عدة خياطة حلوة يعني بغيت تحطينها تغلفينها هدية. عندهم كمان مجموعة كبيرة من الألعاب، ألعاب للبنات، ألعاب للأولاد. هذه الأكياس، هذا أنا أحب الأكياس والشنط، بس ما عجبتني الطباعة اللي عليها، يعني فيها صور حيوانات وكذا وما عجبتني. هذه كمان حلوة اللي عندهم حيوانات يعني يبون يحطونها. هذه أرفف تقسيمات منظمات مرة حلوة. هذه اللعبة لقيتها عندهم، كنت مرة خليت مكان أدورها أيام الحجر بس ما لقيتها. هذه اللعبة المشهورة، طار سعرها بخمسين أو ستين. عندهم كمية كبيرة من الأكياس والأشياء. هذا حامل لابتوب على تحطينه في السيارة تعلقينه، سعره معقول صراحة. هذه السلات حلوة عجبتني، الأدوات الاستحمام. هذه علب عجبتني الفكرة، كنتي ما تحبين علب الصابون، تشترين هذه العلب فاضية وتعبين فيها الصابون حقها، مثلا بغيتيها تكون طقم. في سلال أشكال والوان. هذه السلة عجبتني بلاستيكية، سعرها 50 ريال. الحين رقينا فوق في دور فوقي، كلها أدوات تقريبا 'في أدوات النظافة، أدوات العناية، في كريمات، في شمبوهات. هذه الكريمات اللي أقول لكم، يعني صراحة ترددت إني آخذ، في مناديل، مناديل مكياج، في مكياج، اكسسوارات. هذه الشنطة حلوة الاكسسوار، مثلا بتروحين عزيمة او شيء. فواط، فواط الوجه، هذه الظهر الصغيرة، ربطات. عندهم والله مرة خيارات صراحة، اسعارهم مرة معقولة. هذول العلب انت بين ليلها صغيران. هذه لفافات اللي يذكرونها البنات، تذكرونها جيل الثمانينات. الحين ما شاء الله انتشرت الأجهزة والابتكارات. هذه عناية بالأظافر زي ما قلت لكم، هذه ربطات وأشياء.
اكسسوارات ويمشي عشان يلبس شبشب شوز وكلبوش. حلوة خذي واحدة الفلافل مقاسه مره صغير. كمان في هذه الدببة أشياء المشغولة من الخوص سلال في كميات كبيرة وأشكال وألوان. عموما تقييمي للمحل يعني أعطيه 8/10. حلو سعره مناسب وقريب يخدم كل المنطقة اللي إذا أحد يعني يبغى من جهات مخرج 4. مرة مناسب حلو عجبني. خلصنا جولتنا فوق وحين بننزل. كلش مكتوب بالياباني ما تدرين وش المرطب لايش. عجبتني هذه الشنطة صغيرة مرة. هذه مروحة صغيرة لما يمكن حطينها على المكتب أو شيء. عجبتني الفكرة. في عندهم ركن كامل للمأكولات اليابانية الحلويات الشبسات مشروبات. أهم شيء الكتكات لقيت عندهم أنواع كثيرة للكتكات. وبس هذا كان اللي عندي فيديو اليوم. أرجو أنكم تكونون استفدتوا واستمتعتوا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك وتفعيل زر الجرس. أشوفكم في فيديوهات قادمة وإلى اللقاء.